خلفهم بيمر، خلفهم بالحل الفردي، ينطلق يتلاعب يسقط خليل جلال يحتسب ركلة جزاء. كل سيناريو غير منتظر حقيقة من قبل لاعبينا ولا الجمهور. شوف السرعة، شوف التوغل، شوف هذه اللقطة، وهنا خليل جلال من هذه الزاوية يتابع اشتراك محمد احمد. خلفان يتقدم، خلفان يصوب، الله، خلفان اللي عليه الرهان في الكرة القطرية يتقدم بكرة كاد أن يبعدها على الصيف، لكنها مرت، لكنها تجاوزت. خلفان يشعل مدرجات الجماهير القطرية ويسجل أول هدف في بطولة وفي خليجي 21 هنا في المنامة، هنا في البحرين، عن طريق خلفان. من صنع ركلة الجزاء؟ من صوبها؟ عالق صيف حاول، اتجه إلى نفس الاتجاه، لكن الكرة عدت، الكرة تجاوزت. 1-0 قطر تتقدم. في الكرة الثابتة عمر يحاول، بيلعب لكرة، الله، تسمع انشودة المطر، شوف انشودة عمر، شوف انشودة عمر، يا قاسم برهان، يا برهان، نظرية عمر سليمة، نظرية عمر سليمة، وعندك البرهان، عندك البرهان. الله على كرة ثابتة، الله على عودة، الله على ردة فعل، ثبت الكل، حائط، حارس، مدرج، الكل ثابت، الشباك وحدها تتحرك. عمر، عمر ساد. لقاء بطابع الخليجي، لقاء ضمن لقاءات كأس الخليج. علي مبخوت تقدم، علي مبخوت يحاول، كرة عرضية في مكان، وصلت أحمد خليل، عادت علي مبخوت، الله، إذا جاك مبخوت ما ينفع الصوت، إذا جاك مبخوت ما ينفع الصوت. مبخوت سجل، سجل، يا بخت الأهداف اللي تسجلها. الله عليكم، الله عليك، هو اللي عرضها، هو اللي أنهاها، منتخبنا قلبها، عدلها، منتخبنا تقدم في مدينة خليفة، في مدينة خليفة، أبناء زايد ورجال خليفة يتقدمون بالهدف الثاني. إذا جاك مبخوت ما ينفع الصوت، ما ينفع الصوت، راحت يا علي، سجل يا علي، على خطى الطلياني، على خطى الطلياني. عمر عبد الرحمن بيلعب لك كرة عرضية عالية راسية، يقول الضوء مبطايع يلبك، لازم يلبك مع الأبيض، لازم يلبك. الله على الكرة، الله على رأسية، الله على ارتقاه براسه.